أعزائي مشاهدي الفضائية التالية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الأخيرة لهذا اليوم. بحث اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع المبعوث الخاص للأمين المتحدة في إفريقيا الوسطى بارفي أويانغا مختلف القضايا الأمنية في القارة الإفريقية، خاصة الوضع في إفريقيا الوسطى. وطلب المبعوث الأممي التوجه من رئيس الجمهورية لوضع حد للأزمة في إفريقيا الوسطى. اللقاء كان بحضور معاوني رئيس الجمهورية. تقرير الحبيب حامد محمد. قضايا السلام والأمن والاستقرار وملفات أخرى ذات الصلة بالوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى وقضايا مختلفة تشكل خطورة لمستقبل الاستقرار والسلام فيها أو بالإقليم بصفة عامة نوقشت خلال المقابلة التي جمعت فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بسيد بارفيت أيانغا أويانغا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى. المقابلة كانت بحضور وزير العلاقات الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني وعدد من مساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني والعسكري. الممثل الأممي أطلع رئيس الجمهورية عن الوضع الحالي الذي تمر به جمهورية أفريقيا الوسطى، كما أطلعه على دور القوات المتعددة الجنسيات التي تعمل هناك من أجل استتباب الأمن والاستقرار في بنجي وجميع المدن الكبرى بأفريقيا الوسطى. رئيس الجمهورية من جانبه أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته وما زالت تلعبه منظمة الأمم المتحدة لصالح الشعب والمواطنين هناك، مطالبا منهم بذل مزيدا من الجهود في مستقبل القارة السمراء لا سيما جمهورية أفريقيا الوسطى. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بأفريقيا الوسطى السيد بارفيت أيانغا أويانغا عقب خروجه من المقابلة صرح للصحفيين قائلا: لقائي مع الرئيس إدريس ديبي إتنو هذا اليوم ناقش الأحوال الأمنية والسياسية الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجئت من أجل تلقي التوصيات والتوجيهات، وأن جمهورية تشاد قد لعبت دورا كبيرا في حل الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى جارتين تربطهما علاقات أزلية، وقد لعبت تشاد دورا كبيرا في حل الأزمة هناك بدءا بالحوار الشامل والمرحلة الانتقالية وحتى تنظيم الانتخابات الرئاسية مؤخرا. نذكر بأن هذا الأسبوع القصر الرئاسي حافلا باللقاءات والمقابلات الأممية من أجل حلحلة بعض المشاكل ومحاربة الإرهاب واستتباب الأمن والسلام في الدول والعمل من أجل تنمية وتقدم أفريقيا.